ازيكم شباب؟ عاملين ايه النهارده؟ هنلعب لعبه ماينكرافت. النهارده معانا ادم. ازيكم شباب؟ عاملين وحش جدا جدا جدا. قبل ما نبدا الفيديو لا تنسوا تصلوا على بقى عليه الصلاه. النهارده عندنا فيديو جامد. هش 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 يا عم كده هتسمعنا. يا عم صوتك جاي من الحاجي الاول. بصوا يا جدعان دلوقتي انا بصوا التحدي هو اللي احنا نبني احلى موبايل ازرق. ماشي، هتلاقوا لي بقيه الموبايل بعد 1 2 3. اول ما عد 1 2 3 يعني 1 2 3 اهو يا جدعان الموبايل. ايه رايكم موبايل ايفون؟ بس يا جدع بس وخلاص كده نتقل بقى على ادم. ثانيه يعني اسكت. ايوه كده، ايوه زي ما ادم قال ننتقل عليه. يلا ننتقل عليه زي ما انتوا شايفين يا شباب. بصوا لو قلت لكم اهو جبت لكم ادم، شوفوا. فطبعا زي ما انتوا شايفين يا شباب الموبايل الاسطوري بتاعي، موبايل المربع بس العشوائي اهو. بصوا وعليه كاميرتين فقط لا غير، وطويل جدا عامل زي موبايل سامسونج. لا بس جد جدعان قيموه جدعان جد. قيموه 10 من 10. وبس كده يكون الفيديو خلص. ثاني قبل ما يخلص الفيديو قيموني وقيموا ادم. يلا لو حتى رقم قليل عادي. بس يلا الفيديو خلص يا عم الحصان. وبكده يكون الفيديو خلص. اتمنى يكون الفيديو لا بص ازاي انت مش عارف الجمله بتاعتي كده. يا شباب يكون الفيديو خلص. ما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناه. ويلا سلام.